لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. ولا يعلمن الله الذين آمنوا، ولا يعلمن المنافقين. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى أميرا عباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده، فإن الوالدين هما سبب وجود الإنسان، ولهما عليه غاية الإحسان. فالوالد بالإنفاق، والوالدة بالإشفاق. ولهذا قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومع هذه الوصية بالرأفة والرحمة والإحسان إليهما في مقابلة إحسانهما المتقدم، قال: وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. أي وإن حرص عليك أن تتابعهما في دينهما إذا كان مشركين، فإياك وإياهما لا تطعهما في ذلك. فإن مرجعكم إلي يوم القيامة فأجزيك بإحسانك إليهما وصبرك على دينك، وأحشرك مع الصالحين لا في زمرة والديك، لندخلنهم في الصالحين. وإن كنت أقرب الناس إليهما في الدنيا، فإن المرأة إنما يحشر يوم القيامة مع من أحب، أي حبا دينيا، حبا موافقا للشرع يتعبد به لله، وليس الحب الطبيعي الذي فطر الإنسان على الميل إلى من ارتبط به، فهو يحب والديه حبا فطريا، وكذا أقاربه. لكن الحب الديني هو الحب في الله عز وجل. روى الترمذي عند تفسيره هذه الآية قال: سمعت مصعب بن سعد يحدث عن أبيه سعد قال: نزلت في 4 آيات. فذكر قصة وقالت أم سعد: أليس قد أمرك الله بالبر؟ والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر. قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها، فتحوا فمها بشيء بالقوة يعني. فأنزل الله: وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهدك، الآية يعني
في عدم طاعة سعد أمه، وقال لها لو كان لك 100 نفس فخرجت واحدة تلو الأخرى ما كفرت بمحمد صلى الله عليه وسلم. فلما رأت ذلك رجعت إلى الطعام والشراب. يقول هذا الحديث رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي أيضا، وقال الترمذي حسن صحيح. وقوله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يقول تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت الإيمان في قلوبهم، لأنهم إذا جاءتهم فتنة ومحنة في الدنيا اعتقدوا أن هذا من نقمة الله تعالى بهم فارتدوا عن الإسلام. ولهذا قال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال ابن عباس يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله. وكذا قال غير واحد غيره من علماء الإسلام، جعل فتنة الناس كعذاب الله في الفرار منه، كما يفر المرء المؤمن من عذاب الله جعل هو يفر من فتنة الناس له بموافقتهم على الكفر والردة والعياذ بالله. وهذه الآية كقوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ثم قال ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم، أي ولئن جاء نصر قريب من ربك يا محمد وفتح ومغانم لا يقولن هؤلاء لكم إنا كنا معكم، أي إخوانكم في الدين، كما قال تعالى الذين يتربصون بكم. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. وقال تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. قال تعالى مخبرا عنهم هاهنا ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم. ثم قال تعالى أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، أي أوليس الله بأعلم بما في قلوبهم وما تكنه ضمائرهم، وإن أظهروا الموافقة ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، أي ولا يختبرن الله الناس بالضراء والسراء ليتميز هؤلاء من هؤلاء. ومن يطيع الله في الضراء والسراء ومن إنما يطيعه في حظ نفسه، كما قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قال تعالى بعد وقعة أحد التي كان فيها ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. سبقا بأن معناها ولا يعلمن الله علما يحاسب الناس عليه، أو ولا يعلمن بمعنى يرى ليرى. قال ابن جرير رحمه الله يقول تعالى ذكره ووصينا الإنسان فيما أنزلنا إلى رسولنا بوالديه أن يفعل بهما حسنا. اختلف أهل العربية في وجه نصب الحسن. قال بعض نحو البصرة نصب على نية تكرير ووصينا، كأن معنى الكلام عنده ووصينا الإنسان بوالديه ووصيناه حسنا. يقول الرجل وصيته خيرا، أي بخير.
قال بعض نحوي الكوفة: معنى ذلك وصينا الإنسان أن يفعل حسنا. معنى واحد على أي الوجهين. وقوله: إن جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، يقول: وصينا الإنسان، فقلنا له: إن جاهداك والدك لتشرك بما ليس لك به علم أنه ليس لي شريك فلا تطعهما، فتشرك بي ما ليس لك به علم ابتغاء مرضاتهما، ولكن خالفهما في ذلك، إلي مرجعكم. يقول تعالى ذكره: إلي معادكم ومصيركم يوم القيامة فأنبئكم بما كنتم تعملون. يقول: فأخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا من صالح الأعمال وسيئاتها، ثم أجازيكم عليها، المحسن بالإحسان والمسيء بما هو أهله. وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب سعد بن أبي وقاص عن قتادة. نزلت قال: وصينا الإنسان بوالديه حسنا، إلى قوله: فأنبئكم بما كنتم تعملون. قال: نزلت في سعد بن أبي وقاص لما هاجر، قالت أمه: والله لا يضلني بيت حتى يرجع. فأنزل الله في ذلك أن يحسن إليهما ولا يطيعهما في الشرك. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. يقول تعالى ذكر: والذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات من الأعمال، وذلك بأن يؤدوا فرائض الله ويجتنبوا محارمه، لندخلنهم في الصالحين، في مدخل الصالحين، وذلك الجنة. ومن الناس من يقول: آمنا بالله، فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يقول تعالى ذكر: ومن الناس من يقول: أقررنا بالله فوحدناه، فإذا أذاه المشركون في إقراره بالله جعل فتنة الناس إياه في الدنيا كعذاب الله في الآخرة، فارتد عن إيمانه بالله راجعا إلى الكفر. ولئن جاء نصر من ربك يا محمد أهل الإيمان به، نصر من ربك لأهل الإيمان، يعني لا يقولن هؤلاء المرتدون عن إيمانهم الجائلون فتنة الناس كعذاب الله: إن كنا أيها المؤمنون معكم ننصركم على أعدائكم، كذبا وإفكا. يقول الله: أوليس الله بأعلم أيها القوم من كل أحد بما في صدور العالمين جميع خلقه. القائلين آمنا بالله وغيرهم، فإذا أذي في الله ارتد عن دين الله، فكيف يخادع من كان لا يخفى عليه خافية ولا يستتر عنه سرا ولا علانية. عن ابن عباس في قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، قال: فتنته أن يرتد عن دين الله إذا أذي في الله. عن مجاهد قال: أناس يؤمنون بألسنتهم، فإذا أصابهم بلاء من الله أو مصيبة في أنفسهم افتتنوا، فجعلوا ذلك في الدنيا كعذاب الله في الآخرة. عن الضحاك قال: نزلت في ناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنون، فإذا أوذوا وأصابهم بلاء من المشركين رجعوا إلى الكفر مخافة من يؤذيهم، وجعلوا أذى الناس لهم، أذى الناس في الدنيا كعذاب الله. قول من يقول أنهم منافقين أي باعتبار ما صار إليه حالهم أو ما كانوا أولا عندهم عدم يقين
وهو خصل من خصال النفاق، مثل الأعراب الذين قالوا آمنا وقال الله لهم قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، وذلك لضعف اليقين. الظاهر أنه لم يكن أولا مبطنا للكفر، فإن المسلمين بمكة يعني لم يكن أحد يدخل في الإسلام رياء للمسلمين، رياء لأن البلاء كان شديدا، وإنما نجم النفاق بالمدينة، وإنما صار نفاقهم لما ظهر الإسلام وجاء نصر من الله. لذلك قال جماعة من العلماء أن هذه الآيات مدنية، ويظهر أن أصل ولود هؤلاء كان بمكة أنهم عندما فتنوا وقعوا في النفاق. وكما نقول يعني ذكرنا من قبل أن تفاوت اليقين الدرجة الواجبة أنه يعني يكون عنده يقين ينافي الشك ولا يفتتن إذا فتن، وأما من عنده شيء من التصديق لكنه إذا افتتن فتن، إذا أصابه محنة وقع له الشك والشرك والكفر، فهذا لم يكن حقق اليقين الواجب. إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فأما من كان إذا فتن افتتن وقبل الفتنة وجعل فتنة الناس كعذاب الله في الفرار منه والتخلص منه، كما يتخلص المؤمن من عذاب الله يريده أن يتخلص من فتنة الناس ولو بالكفر، المؤمن يتخلص من عذاب الله بموافقة أمر الله. فهؤلاء الذين وقع في قلوبهم النفاق لما يعني ما أدى إليه حالهم نقص الإيمان، لما وقعوا في الفتنة جعلوا عذاب الناس لهم، فتنة الناس لهم، محنة الناس لهم، يفرون منها بموافقتهم على ما يريدون، كما يفر المؤمن من عذاب الله بموافقة أمر الله عز وجل. قال ابن زيد: هو المنافق إذا أوذي في الله رجع عن الدين وكفر وجعل فتنة الناس كعذاب الله. وذكر أن هذه الآية نزلت في قوم من أهل الإيمان كانوا بمكة فخرجوا مهاجرين فأدركوا وأخذوا فأعطوا المشركين لما نالهم لما نالهم أذاهم ما أرادوا منهم. عن ابن عباس قال: كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بإسلامهم، وأخرجهم المشركون يوم بدر معهم، فأصيب بعضهم وقتل بعضهم، فقال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا، فاستغفروا لهم. فنزلت: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، إلى آخر الآية. قال: فكتب إلى من بقي بمكة من المسلمين بهذه الآية أن لا عذر لهم، فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة، فنزلت فيهم هذه الآية: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، إلى آخر الآية. فكتب المسلمون إليهم بذلك فخرجوا وأيسوا من كل خير. ثم نزلت فيهم: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فكتبوا إليهم بذلك: إن الله قد جعل لكم مخرجا. فخرجوا فأدركهم المشركون فقاتلوهم حتى نجا من نجا وقتل من قتل. طب لماذا لا يكون هناك يعني اعتبار للإكراه في ذلك؟ نقول: لو أن الإكراه
مع طمأنينة القلب بالإيمان. لو أن الإنسان وقع في الكفر عند الإكراه مع طمأنينة القلب بالإيمان لم يضره، ولكن الحال أنه إذا وقع في الفتنة تردد وتشكك، نعوذ بالله، وافتتن وظن أن هذا ليس الدين الحق، فعند ذلك لا يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، نسأل الله العافية. عن قتادة قال: هذه الآيات أنزلت في قوم في القوم الذين ردهم المشركون إلى مكة، وهذه الآيات العشر مدنية إلى هاهنا وسائرها مكي. يقول تعالى ذكره: ولا يعلمن الله أولياء، ولا يعلمن الله الذين آمنوا، ولا يعلمن المنافقين. يقول: ولا يعلمن الله أولياء الله وحزبه أهل الإيمان بالله منكم أيها القوم، ولا يعلمن المنافقين منكم حين حتى يميزوا كل فريق منكم من الفريق الآخر، بإظهار الله ذلك منكم بالمحن والابتلاء والاختبار، وبمسارعة المساري منكم إلى الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام، وتثاقل المتثاقل منكم عنها. ظهر من لغة المنافقين من الآيات المدنية. نقول هذا واستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.